الأشخاص وحل مشاكلها مسألة صعبة جدا، يعني إنك تبحث عن حلول دي مسألة صعبة. والذي تصدى لحكم مؤسسة غير مهيئة للحكم وهي القوات المسلحة، رغم أنها تحكم مؤسسة سنة 52، إلا أنها بعض أسباب فشل الدولة المصرية هو حكم العسكر سنة 52 حتى الآن، الذي قتل الخبرات المدنية في السياسة من ساعة حل الأحزاب. كانش الوقت حلو أيام النحاس باشا، لكن أحسن من وفد بدوي، مش كده؟ كانش الإخوان حلوين خلي أيام الفضيل أو أيام حسن بن، لكن أحسن من دول، مش كده؟ أرقام. ما كانش الحزب الوطني اللي أسسه مصطفى كامل وكان رئيس الرافعي لكن أحسن من حزب الكرامة وحزب حمدين صباح. رحنا فين؟ احنا رجعنا من سنة 52 وانت بترجع حين انك تتوهم انك تتقدم، يعني هنبقى واقوى قوة وبتاع. راجع حدود مصر، كانت مصر والسودان، كان خليج العقبة مصري، كانت ام رشراش قائمة مكان هلال، كان السودان تبعك، كان جغبوب تبعك في ليبيا، كنت بتبعت المحمل، كنت قمة الدول الافريقية لا تقارن، يعني ما فيش دولة ما فيش في افريقيا غيرك. كان فين في العرب؟ راس العرب، وبتنشئ جامعة الدول العربية وبتعمل. فين انت دلوقتي؟ تعال قيم موقفك الان في النهاية بعد هذه الفترة الطويلة. جيش مصر جيش وطني واتعمل عشان يحارب، فحكم، ولما حكم خاب فشل. جيوش، ودي مكتوبة في جمال حمدان، اللي تحكم ما تحاربش. الجيش المصري دلوقتي يا دوب على قد حصار غزة اللي كانت تحت الإدارة المصرية اللي هي جزء أصلا منك، أنت يا دوب كده، أو يا دوب تحارب في سيناء وتحارب أهالي سيناء اللي كانوا ناس منك، وخوف إن احنا نروح نحارب في النور. مصر تريد صحوة، تريد عودة إلى مفهوم الدولة. الدولة كيان مدني، كيان مدني، ولا بد له من سياسيين فاهمين قضايا وبيتأملوها وبيصرحوا فيها، ولا بد أن يسهم شعبها في حكمها. في ظل الجيوش الشعوب ما تحكمش، الشعوب تبقى أتباع، ده المفروض التابع هي الجيش هو اللي زيت بعد الدولة.